السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معاكم دكتور أشرف الهلالي. جلوت 2 ده خلينا ناخده برضو عشان نبقى إيه دينا له حقه شوية، بما إنه غلبان مش هنيجي عليه قوي. يعني جلوت 2 ده أنا بسميه لو جلوكوز أفينيتي. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك، يعني الراجل ده ما بيحب، يعني مضحي، يعني الترانسبورتر ده مضحي، يعني ما بياخدش، يعني يقدر يستحمل ان هو يعني يستنى لاخر واحد، حتى لو الجلوكوز قل في الجسم فيستحمل، يقول لك انا هاجي على نفسي. واحنا هنا بنقصد، خلي بالك، بنقصد مين؟ بنقصد الليفر والبنكرياس، ولسه هنتكلم عن القصص دي. يبقى الليفر والبنكرياس الخلايا بتاعتهم من ضمن الخلايا اللي هي لو جلوكوز افينيتي، يعني موجود مثلا على سبيل المثال جلوتو موجود على الكبد، او طبعا البنكرياس اللي في البيتا سيلز اللي هي بتطلع انسولين، وده زي ما قلنا ان هو لو جلوكوز افينيتي، يعني مش بيمسك في السكر الا لما تركيز السكر في الدم يعلى. بمعنى ايه؟ يعني طالما السكر واطي في الجسم يقول لك لا، خلي بقيه الخلايا تستفيد، انا هستحمل، انا هاجي على نفسي. يعني طالما ان السكر واطي في الجسم يقول لك انا مش هستخدم السكر، انا هستحمل، لكن بقيه الخلايا مش هتستحمل. عشان كده احنا بنسميه خلايا البنكرياس والليفر الخلايا المضحيه، خلايا غلبانه عشان تفيد جسمك، وبتخدم على فكرة بطريقة كبيرة جدا في عملية الميتابوليزم، ولسه هنتكلم عن الكلام ده. فيجي كده الخلايا تسأل الكبد مثلا على سبيل المثال، تقول له انت مش هتاخد جلوكوز تحرقه؟ يقول لك لا، انا لسه هستنى، انتوا كلوا وتبصوا كده واشبعوا الاول وشوفوا الدنيا هتمشي ازاي، وانا لما الاقي فيه فايض، لما تسيب شوية سكر كده على الطبق من الصحن الكبير او الطبق الكبير اللي انتوا كلتوا منه وخلصتوا السكر اللي فيه، انا هبقى اكل، او حتى مش هاكل حتى من الطبق ده، انا هستنى لما الجلوكوز يعلى في الدم وابقى اخد. يا اخي، ما ازاي انت هتسكت على نفسك كده؟ انا مضحي يا سيدي، انا ربنا خلقني، انا سواء كنت ليفر او بنكرياس، ربنا خلقني ان انا استحمل واستنى واصبر لما السكر يعلى في الدم. يبدأ ياخد من الزيادة اللي هي الزيادة عن حاجة الجسم. يعني عشان كده يا جماعة الجلوتو موجود، يعني موجود في النوعين دول من الخلايا اللي هما الليفر والبنكرياس، وهنتكلم بعد كده ليه وظائف، ازاي، ايه علاقة الليفر والبنكرياس بعملية الميتابوليزم او الجلايكوليزيس او الكربوهيدرات ميتابوليزم. هنشوف برضو لسه في الحلقات القادمة الدنيا بتشتغل ازاي. يبقى نرجع تاني نقول ملخص الجلوتو، مش بيشتغل ولا بيدخل السكر الا لما السكر في دمك يعلى بطريقه كبيره. والبنكرياس الجلوتو اللي بيبقى موجود عليه بيشتغل، يعني البنكرياس بالذات بيشتغل الجلوتو عليه زي جلوكوز سنسور كده. بمعنى ايه؟ الجلوتو، على فكرة الجلوتو ده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نبقى احنا مركزين فيها. الجلوتو انا عاوز اقول لكم عليه حاجة. الجلوتو قلنا ان هو بيبقى موجود على البنكرياس، وبيبقى موجود على الليفر، والاتنين دول بيبقوا معتمدين اعتماد كبير على الانسولين. طيب البنكرياس هنقول ان هو موجود عليه الجلوتو. السؤال هنا، هو بيفرز انسولين وفي نفس الوقت هو معتمد على الجلوتو اللي هو معتمد على انسولين. طب ازاي الفكرة، ازاي يعني عاوزين نشوف ازاي الاتنين دول يعني الجلوتو مع الجلوكوز، ان هو بيدخل جلوكوز وفي نفس الوقت ان هو، احنا بنتكلم هنا في البنكرياس، وفي نفس الوقت ان هو بيطلع لي انسولين في الدم، بلاد ان بلاد. طيب
عاوزين نشوف الميكانيزم ازاي. يعني خلينا نشوف كده خلية من خلايا البنكرياس اللي هي البيتا سيلز، اللي هي البيتا سيلز، ونشوف ازاي القصة دي بتحصل. طيب هنقول هنا ده البنكرياس عندنا، هنرسم الخلية بتاعته اللي موجود على سطحها جلوت 2. نرسم الخلية كده، خلينا نشوفها باللون ده. هنرسم ده سطح الخلية عندنا كده. ايه اللي بيحصل هنا يا جماعة؟ اللي بيحصل ان في عندي هنا ده الجلوت 2، الجلوت 2. الجلوت 2 ده بيبقى عامل زي السنسور، زي السنسور بمعنى ايه؟ يعني زي الترمومتر كده، بيفضل ما بي يعني ما بيدخلش السكر عنده، قلنا الا لما بيبقى كميات. احنا قلنا قبل كده ان البنكرياس والليفر من الخلايا اللي هم بيضحوا علشان بقية الخلايا تاخد السكر، ما بيبتدوش ياخدوا السكر الا لما بيبتدي يحصل ان الجلوكوز يزيد قوي عن الحد، فيبتدي ان هم يشتغلوا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي لو دي جزيئات جلوكوز مزايدة قوي، عندي زيادة جدا فيها، ده الجلوكوز زايدة عن الطبيعي، بتبتدي الجلوت 1 تبتدي تفتح وتدخل جزيئات الجلوكوز. ده دخل الجلوكوز عندنا، بيجي الخطوة اللي بعد كده هنقول بيحصل له، هو ده بلون تاني، بيحصل له ايه؟ بيحصل له جلايكوليزيس. الجلايكوليزيس ده بيبقى عن طريق انزيم جلوكو كاينيز، هنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات اللي جاية بالنسبة للجلايكوليزيس عامة، هنتكلم عنها بالتفصيل وهنتكلم عنها بطريقة جميلة جدا هتخليكوا تحبوها وتفهموها، على عكس ما ناس كتير يعني واخدة بالها ان الجلايكوليزيس دي مصيبة يعني. ما علينا، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. طيب دخل الجلوكوز عمل جلايكوليسيس، طلع له شوية اي تي بي، بعد كده بيروح فين؟ احنا هنا في السيتوسول لسه، بعد كده يقوم رايح على ميتوكوندريا، دي ميتوكوندريا، بيخش جوه السكر بعد ما بيكون اتحول لبيروفيت، بيخش جوه الستريك اسيد سايكل، ستريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل، ويخش في قصه طويله كده الكترون ترانسبورت شين، وقصه طويله انا بنتكلم برضو في وقتها، ويطلع لي اي تي بي. الاي تي بي دي بتنتج، تطلع في السيتوسول زي ما احنا شايفينها كده، وتقوم راحة على ترانسبورتر تاني. ترانسبورتر ده مهم جدا، اسمه بوتاسيوم اي تي بي شانل. بوتاسيوم اي تي بي شانل ده هي بتروح تعمل له بلوك، بتقوم قافلاه، هاخد بتقوم قافلاه. طب ايه اللي استفاده من ان هي قفلته؟ بصوا يا جماعه، اي شانل بتشتغل على الاي تي بي، اي شانل بتشتغل على الاي تي بي، تعالى اوريكم برضو حته هنا برضو تانيه مش هتعمق قوي. اي شانل بتستخدم اي تي بي يعني معناها ان هي بتشتغل عكس الجريدينت. بمعنى ايه؟
بمعنى لو هنقول ان دي سيل، السيل دي في الطبيعي عندك ان هنا البوتاسيوم بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود اكتر جوه ولا اكتر بره؟ داخل الخليه بيبقى موجود اكتر جوه، يعني البوتاسيوم هنا بيبقى كتير، كميات كبيره صح، وبيبقى بره بكميات قليله تمام. لو انا عاوز ادخل البوتاسيوم المفروض الجريدينت تبقى بايه؟ من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، يعني المفروض عندي هنا البوتاسيوم يطلع من الخليه يروح بره في الدم، بس مش ده اللي بيحصل، اللي بيحصل العكس، اللي بيحصل عندي هنا ان البوتاسيوم هو اللي بيخش جوه، يبقى كده بنسميه ايه؟ اجينست جريدينت او جريدينت تمام، ان هو بيمشي عكس التيار، يعني بدل ما التيار هنا بيسحب لبره عشان الكميه هنا كبيره، لا ده هو بيخش جوه. ففي الحاله اللي زي دي انا عشان اقاوم ودخل الكميات الصغيره من جوه لبره عكس الاتجاه، يبقى انا لازم انا محتاج اي تي بي. يبقى اي شانل بنشوفها فيها كلمه اي تي بي يبقى تعرف ان هي بتمشي عكس التيار من التركيز الاقل للتركيز الاعلى. طيب ناخد نقطه ثانيه عاوزكم تبقوا عارفين، المفروض يا جماعة ان لما نيجي نشوف اي خلية بيبقى المفروض ليها الكترونيجاتيفتي، بتبقى المفروض عليها شحنات سالبة من بره، واحنا قلنا هنا عندنا ان ناخدها بلون تاني، قلنا عندنا هنا ان البوتاسيوم اي تي بي ده بيعمل ايه؟ بيدخل لي البوتاسيوم من بره لجوه تمام كده، بيدخل لي البوتاسيوم من بره لجوه. في حاله ان هو بيدخل لي البوتاسيوم من بره لجوه، انا عندي بتظل الخليه عليها شحنه سالبه، ده الطبيعي بتاعها. طب لو انا جيت قمت عامل قافل ده، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يتجمع لي البوتاسيوم بره، لما يبتدي يجمع لي البوتاسيوم بره هيزود الشحنات الموجبه، هيقوم عامل لي حاجه اسمها ايه؟ ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن يعني يبتدي يحول لي الشحنات السالبه لشحنات موجبه لانه مش قادر يخش. دي النقطه اللي عاوزكم تبقوا واخدين بالكم منها. يبقى احنا عندنا المفروض في شحنات سالبه، الالكترونيجاتيفيتي بتاعتنا بتبقى نيجاتيف، وبالطبيعي ان انا عندي شانل اسمها اي تي بي بوتاسيوم شانل، المفروض بتدخل لي البوتاسيوم لجوه زي ما احنا شرحنا. لو اتقفلت الشانل دي اللي بيحصل ان البوتاسيوم كمياته بتزيد بره، وبالتالي بيحول لي بيقلب لي النيجاتيف تشارج البوزيتيف تشارج، ودي بدي نسميها دي بولاريزيشن. بولاريزيشن ماشي. يبقى دي النقطة اللي أنا كنت عاوزكم تعرفوها. نرجع تاني للرسمة بتاعتنا اللي مركز معايا. احنا قلنا ان الاي تي بي اللي طلعت عندنا دي عملت ايه؟ الاي تي بي دي قفلت الشانل دي، فبالتالي تركيز البوتاسيوم بره هيزيد، فتزيد الشحنات الموجبة. عملية زيادة الشحنات الموجبة دي بتبتدي تتنقل كده على الخلية، تجري 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 على الخلية وتروح دي شانل تانية. الشانل دي المفروض ان احنا كلنا عارفينها، خلينا ناخدها باللون ده. الشانل دي شانل مهمة جدا اسمها كالسيوم شانل. اللي بيحصل ان الـ زي ما احنا قلنا هنا الديبولاريزيشن، اللي حصل هنا بتبتدي الشحنات الموجبه دي تاخد تمشي في الاتجاه ده، تمشي في الاتجاه دي لحد ما تروح ضربه في البوتاسيوم شانل. البوتاسيوم شانل دي في الاساس بتبقى مقفوله، يعني ما بتبقاش شغاله كده على البحر، لا بتبقى مقفوله على عكس البوتاسيوم شانل. الكالسيوم شانل بتبقى مقفوله، ما بتبقاش مفتوحه. فالديبولاريزيشن اللي حصل عندي ده بيروح يقوم مخبط على الكالسيوم شانل المقفوله دي ويقول لها افتحي افتحي، دخلي الكالسيوم من بره لجوه، فيقوم داخل الكالسيوم عندي بكميات كبيره.
يزيد الكالسيوم عندي بكميات كبيره داخل الخليه. تمام. المفروض ان انا عندي دي خليه بنكرياس او بيتا سيلز على الادق يعني، المفروض ان في فيزيكل هنا. الفيزيكل دي المفروض ان هي شايله جوه الانسولين، مستني حد يفرج عنه ويطلعه بره. بيقوم جاي الكالسيوم يقوم وضارب على الفيزيكل دي زي البطيخه كده ويقول لها اطلعي بره. تقوم الفيزيكل دي طالعه بره ومطلعه الجزيئات بتاعه الانسولين. وتزوده في الدم بكميات كبيره. يبقى البدايه عندنا كانت ان السكر عالي، فانا عاوز اطلع الانسولين في الدم عشان يبتدي يسحبه في الخلايا. والنهايه بتاعت الرحله بتاعتنا كانت الانسولين استجاب وطلع بكميات كبيره في الدم عشان يروح ياخد الكتير ده ويوديه على التشو. شوفوا اللعبه كانت حلوه ازاي. يبقى الفكره عندنا البنكرياس زي ما احنا قلنا كده عليه اللي هو الجلوت 2، يعني ناخده عشان نرجع نشرح تاني، هات باللون ده. اوكي، عندنا الفكره كلها يا جماعه ده خليه بنكرياس. البنكرياس ده المفروض اللي هو بيفرز انسولين. بيفرز انسولين امتى؟ لما الجلوكوز بيعلى في الدم. طيب عن طريق ان هو بيدخل عن طريق باستخدام ايه؟ حاجه اسمها جلوت 2 اللي هو جلوكوز ترانسبورتر 2. طب ايه اللي بيحصل؟ عندي الجلوكوز عالي في الدم، فانا عاوز اقول اروح للخليه البنكرياس واقول لها بنكرياس طلع لي انسولين. فهتروح لما بيزيد جدا في الدم، قلنا الجلوت 2 ده ما بيزيدش الا ما بيفتحش ويشتغل الا لما الجلوكوز يعلى، فبيقوم مدخل له شويه سكر. السكر اللي احنا شايفينه ده بيحصل له عمليه جلايكولز عن طريق الجلوكوكينيز، والاثنين دول بيحبوا بعض جدا. بيخش بعد كده يتحول لبيروفيت، البيروفيت ده بعد كده بيخش الميتوكوندريا ويتحول تخش في سيتريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل، يتحول الاي تي بي. الاي تي بي ده بيروح يقفل لي الشانل اللي هي بتاعه البوتاسيوم شانل، بيحصل ديبولاريزيشن زي ما احنا قلنا، وقلنا ازاي القصه بتاعته. الديبولاريزيشن ده يروح يخبط على الكالسيوم ويقول لها افتحي الباب بتاعك، تقوم مدخلك كالسيوم من بره لجوه، فيزيد التركيز زي ما احنا شايفين كده. التركيز ده يروح يخبط على البطيخه اللي هي الفيزيكال اللي واخده الحبسه جواها الانسولين ويقول لها اطلعي بره، فتقوم طالعه بره ومفرقعه ومطلعه لي الانسولين بكميات كبيره. يروح ياخد الشوجر اللي هو كان عندنا قلنا ان هو زاد في الدم، ويقول له تعالى اما اخدك واوديك عشان التشو تبتدي تستفيد منك وما تفضلش زايد في الدم.